احتضن جناح راهجار بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة المعرض الدولي الثاني لمستحضرات التجميل ومنتجات الشعر وصناعة العطور. Pour la participation au salon Cosmetica, c'est la première fois pour objectif de promouvoir le nom de la société et ses marques, les trois marques Cartana, Style Chic ou Witwork, la collection des hommes. Nous sommes une société spécialisée dans l'importation et la distribution de matières premières pour différentes industries, y compris l'industrie cosmétique. Nous sommes un partenaire incontournable de l'industrie cosmétique en Algérie. On est spécialisé pour les fabrications dans les appareils et les cires pour épilation. Ma carte à chérie que j'ai virtuelle, c'est la première participation sur le salon cosmétique. Alhamdoulilah, tout est bien. Organisation, Masha'Allah. جينا نمثل المنتوج تاعنا المصنع في الجزائر بنسبة كبيرة تصل لحتى 90% من نسبة الإدماج ونتقربوا من الزبون ونعرفوا نعرفوا المنتوج تاعنا. جمع المعرض المتخصصين والمحترفين في مجال الجمال والكوسميتيك حيث يعتبر فرصة لعرض أهم المنتجات والابتكارات من مواد أولية المعدات والماكينات وغيرها. شاركنا اليوم في معرض كوسميتيكا باش نتقربوا من الزبائن تاعنا ونعرضوا لهم مختلف المنتوجات تاعنا والمنتوجات الجديده لاقام جديده اللي رانا نعرضوا فيها في هذا المعرض. كان اقبال كبير، قمنا درنا عده، التقينا بالزبائن تاعنا بي تو سي ودرنا بي تو بي مع المؤسسات لي ديستريبيتور وكان معرض ناجح. كانت يعني مشاركة ناجحة بالنسبة لنا، يعني شفنا عدد كبير من الزوار شفتو في الأيام الأولى. معظم الزوار كانوا دي جون بروفيسيونيل، يعني تبادلنا خبرات تانيك مع عدة مشاركين معنا لهنا في هذا الصالون. رانا مشاركين في الطبعة الثانية تاع كوزميتيكا، مشاركتنا كانت جيدة، كان إقبال مليح من الزائرين، كانوا لي بروفيسيونيل لي بارتيكولي. ان شاء الله نكونوا في طبعات اخرى صالونات اخرى. بالتوفيق، مرحبا. المعرض يعد فرصة للشركات الجزائرية المحلية لتطوير الشراكات على المستويين الوطني والدولي. I'm the head of overseas sales from Over Packaging. We are a producer from China for tube packaging since 2004. So we have 20 years experience on fabricate tube packaging. And we are very happy to be here in Cosmetica. We find this is Algeria as a very potential market, and we are very happy to be here. جاي قادم من الواركشوب، مشاركتي في العرض كوزميتيك بتاع الجزائر. ثم من هذا العرض كان عرض ناجح ما شاء الله 100%. جيت مثل شركة فيس فريش وشركة زروا وشركة يوسما، منتوجات باكستانية عندهم تمثيلية موجودة في موريتانيا، مصنع باكستاني لكن موجودة تمثيلية في موريتانيا. شيء ما شاء الله الاقبال جيد كان والمعرض ناجح 100% وزين عندي، وشاكركم كصحافه وشاكر الشعب الجزائري وشاكر الحكومه الجزائريه على الاستقبال المحترم اللي عندنا. عندنا عطور شامبو، شركه ماشا كوزميتيكا تمثل شركه كوريه عالميه مختصه في مواد التجميل. كان في تجاوب كبير من الجمهور الجزائري ونتمنى المشاركه في صالونات اخرى ان شاء الله.